ازيك يا سيف؟ مين حضرتك؟ ليه من اخوي مش عارفني ولا ايه؟ لا مؤاخذة مش واخد بالي. ظهر ان انت نسيت ان ليك اخت. انا ماليش اخوات. الظاهر ان حضرتك تقصدي حد تاني. طول عمرك قاسي وقلبك اسود. مين اللي ابتدى يا بت؟ اسأل نفسك. بقول لك ايه، الكلام ما عادش ينفع خلاص. طب يا عم خلي عندك دم وقول لي اقعدي استريحي. لو جايه تعتذري وتتاسفي وندمانه انا اسف، مش فاضي، ما عنديش وقت يا اختي. تعالى ولا هنا، انا جايه لك زبونه، بس طلبي بقى المره دي كبير قوي. عندك الوكاله يا اختي، فيها كل طلباتك. انا عايزه الوكاله كلها. مش تقولي كده من الاول؟ يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، اتفضلي اقعدي. ايوه كده، لاقيني ولا تغديني؟ ده ايه الهنا ده؟ ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ هيا اختي يا حبيبتي، تشربي ايه؟ انا شاربه بما فيه الكفايه. ندخل بقى في الموضوع احسن. ماله يا اختي، نخش في الموضوع. طلباتك انت طالب في الوكاله كام؟ شوف انت بقى وقضها. لا انت اللي هتبيع وانا اللي هشتري. معاكي تمنها ان شاء الله. طالب كام؟ 3 مليون. مش شايف انهم كتير شويه يا سيف؟ عندك حق، علشان خاطرك بس ولاجل مرايتك دي 10 مليون. يعني لو دفعتولي الطاقة 10 يفتح الله، مش هبيع لك يا اختي انت واللي بعدك. قصدك مين؟ اخوك يا اختي، اخوك من ابوكي. يا سلام، هو يعني اخويا من ابويا ده مش اخوك انت كمان ولا لقيناه عند المراجيح؟ ما انا قلت لك من اول الكلام انا ماليش اخوات. يلا يا اختي يلا يلا، روحي فرحيه وقولي له مش هيطول الوكاله لو شاف حتى حلمت ودنه. امشي يا بنت من وشي. مش هشفروك يا بك. اللي ياخد الوكاله قال وانا عبيط؟ ما انت عارف يا عبد انه ما كانش هيوافق من الاول. عيشه هي اللي راحت له. وهي عيشه عايشه مع مين دلوقتي؟ ما هي عايشه معاه. يعني هي كمان بقت عدوه له؟ انا هتجنن يا سوريا لو الوكاله دي راحت لحد غريب. هدي نفسك يا حبيبي. ايه رايك تبعت له حد ما يعرفش ان له صله بيك ويشتري الوكاله؟ ما هو ده انا فكرت في كده، بس هنبعت مين؟ لازم لحد يكون مأمنين له الفلوس بالملايين. عارفه لو شاكر بتاع خالد الخليلي موجود كنت بعته، لانه بالنسبه لي اكتر من اخ. طب وراح فين؟ لا ده حكايته حكايه. واحده من الخواجات سواح حبته وهو حبها، اتجوزته وراحوا مسافرين على بلاد بره. يعني جري وراها علشان الفلوس؟ يعني انا ما دخلتش جوه ضميره، بس اللي اعرفه ان في ناس بتجري ورا الستات وناس الستات هي اللي بتجري وراها. وانت بقى من انهي نوع فيهم؟ انا جريت ورا واحده بس. واحده بس؟ واحده بس. وفيفي؟ مالها فيفي؟ يعني انا شايفاك مهتم بيها زياده عن اللزوم يا عبدو. يا شيخه حرام عليكي، دي عيانه اول يومين دول ومحتاجه اللي يقف جنبيها. ما انت وقفت جنبها كتير. يا ريت اقدر ارد لها جزء من جمايلها عليا. وهي كانت عملت ايه بقى ان شاء الله؟ ازاي بس يا سرية ازاي؟ انا معظم ثروتي من الزباين اللي كانت بتبعتهم لي، ولولا شهامتها كان زماني مرمي في السجن او انطه. تنسي الحركه الوسخه اللي عملها سيف اخويا فيها؟ ما عشان كده انا ما عنديش امل انك هتشتري الوكاله. ما تقوليش كده، ان شاء الله هشتري الوكاله. يعني هشتري الوكاله واسم ابويا هيفضل عليها. ما كنت بعتها له وخلصنا يا بابا. ليه بس يا بوب بتضيع الفرصه دي من ايدك؟ يعني ما لقيتوش انا داعي عشان ابيع له، عاوزينه بعد كده يغزني ويتشفى فيا. للدرجه دي يا بابا بتكره عمي؟ شايفين الواد ده لسه بيقول عمي. لما قالوا ايه بس يا بابا؟ الواد ده مش شبهي خالص. انت الواد عايز تفرسني يا جماعه؟ مش هو ده الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه دلوقتي؟ انا بقول نخلينا عمليين. وانا قلت مش هبيع لعبده، يعني مش هبيع لعبده ان شاء الله حتى لو كان هيكسبني ملايين. ما هو بالطريقه دي يا بابا هنستنى كتير لحد ما نلاقي مشتري. واليافطه اللي هناك ديت ملهاش اي لازمه، وبعدين محدش هيشوفها غير اهل المنطقه، ودول يوم ما يضربهم الدم مش هيشتروا محل بنص مليون. امال هنعمل ايه يا فالح؟ احنا ننزل اعلان في الجورنال يراها الناس كلها، واكيد فيهم اللي معاه ملايين. فكره بمليون جنيه يا ماهر، ايه رايك يا بابا؟ وانت يا دكتور يا بتاع عمه ما عندكش يا اخويا طريقه تانية؟ اهلا 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 اهلا. سلامات يا عبد. ازيك؟ وحيد على السلامه. الله يسلمك. فينك يا راجل؟ ما بتسالش كده؟ انت فاكر اخر مره شفتك فيها وقت ايه؟ وانا بعزيك في بهيه الله يرحمها. الف رحمه ليها. والله يا كريم كانت نعمه الزوجه. وانت برضو يا عبد كنت نعمه الزوجه. انا فاكر ان بهيه كانت دايما بتشكر فيك. تلاقيك دلوقتي بتقول ايه اللي فكرني بيك؟ يا راجل انت بتقول الكلام ده ازاي؟ انت ناسي ان بهيه كانت بنت خالتي؟ يعني انت والاولاد ما رحتوش عن بالي ابدا. وعلى فكره عبد الفتاح بالزهره ابن حلال قوي، كان دايما لما يحب يغير عربيته
أو عربية زهرة يجيني هنا. لا زهرة كان حظها كويس الحمد لله في الجواز عم فتح راجل، إلا بقى فاطمة دي اختارت أسوأ بني آدم على وش الأرض. هو أبوه لسه عايش على ما أظن، كان وكيل وزارة. آه بس مش هتصدق إن الواد ده ابن الراجل الطيب السكرة ده، ده عجيب. ولولا أبوه كانت الجوازة دي اتفشكلت، هو اللي ملجمه. على فكرة كانت في بنت من ولاد بهية أصغر بناتها من جوزها الأولاني. آه تقصد نجوى؟ لا اتجوزت الحمد لله. اهدي بقى اللي موريه جوزها الويل. كريم انا هطلب منك خدمه مش هنساها لك ابدا. يا اهلا وسهلا يا كريم بيه. يا اهلا وسهلا، اتفضل سيادتك اتفضل. اهلا اهلا نورت. اتفضل يا كاتب بيه اتفضل. يا اهلا وسهلا، دي فرصه حلوه قوي، اصلي انا ناوي يعني اشتغل في تجاره العربيات. جميل يا سيف بيه، وانه عربيات بقى اللي هتشتغل فيها، القديمه ولا الجديد؟ لا الجديده طبعا، انا ناوي اخد توكيلات. خير ما تعمل يا سيف بيه، يعني شغل العربيات ده بيكسب كويس. الا كويس، هو ده الشغل المظبوط. لكن ما تاخذنيش يعني يا كريم بيه، انت ايه اللي يهمك في شغل العطاره عشان تشتري الوكاله دي؟ لا انا مش هسيب تجاره العربيات يا سيف بيه، شغل العطاره ده لاخو مراتي، اصله كان بيشتغل في دول الخليج بقاله 20 سنه، وكان بياخد لك توكيلات بن وشاي، توكيلات كبيره، ولما وصفت له المكان عجبه قوي. بس المهم نتفق على التمن. اه طبعا ان شاء الله ان شاء الله. المهم قول لي يا كريم بيه، هو المكسب في العربيه كده يعني يطلع له قد ايه؟ انه عربيه، في عربيه مكسبها 50 جنيه وفي عربيه مكسبها 10000 جنيه. 10000 جنيه في العربيه الواحده؟ وفي انواع اكتر. يا سلام، دي حاجة حلوة قوي قوي. هو ده الشغل المظبوط يا سيف بيه، وكفاية بس زباينها، مش عدم المؤاخذة زباين الحلبة والكمون واليانسون والبخور. على قولك اه. لو ان يعني في انواع بخور كيلو منها بخمسة وعشرين الف جنيه. جميل، بتبيع كم كيلو في السنة؟ ده لو بعت كيلو بحاله اقول انا بعت. والكيلو ده مكسبه قد ايه؟ 2000 جنيه. يعني مش مكسب عربية واحدة، نص نص. يعني اخش بقلب جامد؟ اخش بكل قلب جامد. المهم هتبيع الوكاله بكام؟ انا هبيع الوكاله والدكاكين حته واحده. ايه المهم قال لك كام؟ هو كان رابط على 3، ولما شجعته نشتغل في تجاره العربيات يعني قدرت اشيل منه نص. يعني السعر 2.5. 2.5، ايه رايك؟ ما قدرتش تعصره اكتر من كده؟ عصرته على الاخر. المهم ما شكش انا جاي من طرف. لا ده الشغلانه دخلت عليه مظبوط قوي، لو تحب تخلص دلوقتي اخلص لك. تعيش تعيش يا كريم، طول عمرك شاهد. خلاص نتوكل على الله. طب والوكالة بتاعت حضرتك يا بابا هتعمل فيها ايه؟ هعملها مخزن. بس على شرط انا اللي هعمل كلاسيفيكيشن للوكالة الجديدة. ها قلت ايه؟ يا بنتي دي مش وكالة جديدة، دي الوكالة القديمة، كانت بتاعت ابو الحاجة سيدة ام عمتك عيشة وعمك سيف. صحيح يا بابا، احنا ليه ما بنشوفش عم سيف ده خالص، ولا بنزوره ولا بيزورنا؟ الله ده كان املي ومنايا يا بنتي، لكن تعملي ايه بقى للشيطان الرجيم؟ انا رايك اهل المصارين يا اخويا في البطن بتتخانق. فضل تسلم ايدي، ربنا يهدي المصران الاعور اللي اسمه سيف. يا عمتي صحيح يا بابا، هو ايه اصل العداوه؟ يمكن لو عرفنا الاسباب ودرسناها نقدر نوصل لنتائج ايجابيه. ايه يا حبيبتي، انت فاكره الموضوع بحث علمي ولا ايه؟ كل شيء في الدنيا بيخضع للبحث العلمي، حتى العاطفه الانسانيه. لا يا بنتي، في حاجات العلم ما بيقدرش يعمل فيها حاجه. طيب نبتدي نشوف هنعمل ايه في الوكاله الجديده. كل واحده فيكم تقدم مقترحاتها للوكاله، بس على شرط. الشرط اللي بابا عايز يشرطه، عاوزين نعرف ايه هو الشرط. انا ما عنديش مانع انكم كلكم تشتغلوا في الوكاله بعد ما تخلصوا الدراسه، اللي هيمسك الوكاله دلوقتي الدكتوره سماح. وانا خليني امسك معاها يا بابا. يا بنتي يا رضا، انت كل حاجه عاوزه تتحشري فيها. كلام حضرتك مظبوط يا بابا، لكن انا هبقى محتاجه نتمرن شويه على الكمبيوتر، فدي هتبقى فرصه هايله. يا بنتي هي هتبقى وكالة عطارة ولا وكالة كمبيوتر؟ ياه كل كوم والكمبيوتر ده الكوم اللي انا مش فاهمان. يا بنتي الليب، يا بنتي انت فاكراني نايمة؟ ده انا صاحي. سيبي، مش كفاية قرفاني وقالنا راحتي وانتوا عادين ترجوا وتعملوا ايه؟ سايبينه جوه قاعد لوحده ليه؟ هو مين ده يا خالتي؟ ابوك الحاج صالح، انهضي هاتيله القباب عشان يتوضى. يلا يا بيت. مالك يا عبود بتبصلها كده ليه؟ لا ابدا، انا هقوم اجيب له القبه. يلا